استعراض تشكيلة الفريقين في مباراة يحضرها طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو. إذا نمر إلى استعراض تشكيلة الفريقين، البداية بالمنتخب السعودي، حراس المرمى لعبد الله معيوف، يمين الدفاع محمد البريك، على اليسار ياسر الشهراني، ثنائي محور الدفاع لعمر هساوي وأسامة هساوي. في الارتكاز عبد عطيف والتيسير الجاسم، ثلاثي وسط الميدان الهجومي سالم الدوسري، يحيى الشاري وسلمان الفرج والقناص محمد السهلاوي امامكم على الصوره، المدرب الاسباني الارجنتيني خوان بيتزي. الى تشكيله المنتخب الروسي، حراسه المرمى لايغور اكينفييف، على يمين الدفاع مانويل فرنانديز، على اليسار يوري جيركوف، في وسط الدفاع كوبيتوف وايغنازيفيتش، ثلاثي وسط الميدان زوبنين كازينسكي وغولوفين، وثلاثي الهجوم ساميداف سمولوف وتزاغويف. هذا امامنا سمولوف المهاجم الدولي للمنتخب الروسي باختيارات المدرب، طبعا مدرب المنتخب الروسي تشيرشتسوف اللي يريد ان يحقق انتصار اول في المباراه الافتتاحيه في مباراه يقودها الحكم الارجنتيني نيستور بيتانا. الكره للمنتخب السعودي اللي يلعب غولوفين، تعدي الكرة والإمكانية لعمر هساوي ممتاز. جيركوف يوزع تدخل أول في الدفاع من محمد بريك، سلام التوصري كرة يا سلام شراني، التصويب والمطالبة بضرب المنتخب الروسي خطيرة جدا، هذه الكرة يوزع والدفاع غولوفين نجم الكرة الروسية غولوفين يعدي التوزيع والتار إيغنازيفيتش وكازينسكي، يحيى شاري يعطي لا يريد ان يلعب بالنار، هذه كرة ومرت بسلام على الدفاع السعودي. زاغويف يطالب بركنية من جديد غولوفين، غولوفين في القائم الثاني والهدف الاول للمنتخب الروسي، الهدف الاول للمنتخب الروسي عن طريق كازينسكي على مستوى القائم الثاني، بفرحة كبيرة للجماهير الروسية هنا في استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو. كازينسكي رقم 8 بكرة روسية غدارة بكامل الشرارة، غولوف هجومية يوزع عبد الله المعيوف، وبكل الخوف بكل الخوف المنتخب السعودي في الدفاع بكل الخوف يعاني إصابة عروي، لابد من تجنب الأخطاء، وكرة مرت بسلام. وينو السهلاوي؟ وينو السهلاوي؟ بالراس رائعة رائعة من السهلاوي القناص بكرة بالراس، والوضعية السعودية الهجومية تغطية وتصويب من السهلاوي وروبيل اجتاي النجم تزاغويف، أران تزاغويف متوسط الميدان الهجومي، يعدي شيرتشيف البديل لتزاغويف، لكن تدخل رائع موهوب وتصويب التصويب، تعدي الكرة وإمكانية الاختراق والمخالفة، مخالفة للأخضر السعودي ضد يوري تشيركوف. نيستور بيتانا يراقبني، سلمان يلعب الكرة وياسر الشهراني، زابرين زابرين في دار الشهراني صعبة حتى الحسين، سمولوف سمولوف لا يمر، مخالفة ضده، تدخل رشيق من جانب أسامة هساوي على سمولوف. غولوفين وين يا غولوفين؟ غولوفين وعمر هساوي، ليست هنالك ضربة جزاء، لا لا وألف لا، عمر هساوي تدخل شرعي كامل. أصغر لاعب يشارك في المونديال دانيال أرزاني الأسترالي 19 خطيرة، جيريتشوف يروح، وفي النهاية ضربة مرمى، اهتزاز جماهيري كبير في مدرجات ستاد لوجنيكي مع إيقاعات المنتخب الروسي، ومرت بسلام على الدفاع، كرة مرينة والهدف الثاني، الهدف الثاني شيريتشيف، شيريتشيف بانفجار جماهيري كبير وخطأ دفاعي قاتل من الأخضر السعودي، المنتخب الروسي يدخل
مشاهدينا الكرام هنا في استاد لوجيكي، هذه الانطلاقه تردد واضح رام. لكم مني اجمل تحيه في انتظار العوده بكم عند ضربه بدايه الشوط الثاني. يعني كرات خاطئه، وهذه كره في ظهر الدفاع وسامه شيركوف اللي وسع تدخل وسامه وساوي وامكانيه التصويب وارده، التصويب عاليه لكنها خطيره من سامينوف. امامنا الكسندر سامينوف 3-3 اول مره. طبعا امامنا فلاديمير بوتين على اليسار في صعب الهدف الثاني امامنا في الكره. شيركوف اللي وسع عبد الله معيوف على مارتين بالنسبه الهجوميه محمد البريك يوسع السهلاوي في القائم الثاني وتيسير في القائم الاول والمنتخب السعودي ياسر سهلاوي في القائم الاول. مباراه دوليه لتيسير الجاسم، تيسير يوسع وغداره الراسيه غداره من سلمان الفرج. قلنا مشاهدينا الكرام اكثر اللاعبين مباراه دوليه للاخ والتاسع محمد عبد الجواد ب 121 مباراه. على يمين الدفاع امام محمد البريك يوري تشيركوف، التصويب والتصدي محمد البريك في انتظار يوسع كره غداره لكن محمد البريك اسرع من شيركوف. المخالفه لمحمد البريك واجهه وحيده جمعت سابقا مشاهدينا الكرام روسيا بالسعوديه وكانت في نطاق ود. التصويب على مرتين عبد الله معيوف، يا ساتر يا ساتر يا رب. كره اخرى قويه لكن ياسر الشعراني متفطن هذه المره لمانويل فرنانديز يريد الثلاثيه وكره فيني وسع والهدف الثالث. تسيوبا تسيوبا يقسم المعركة وخيبة أمل كبيرة من الجانب السعودي. المنتخب السعودي في حالة انهيار وتسيوبا بكل الدمار في هذا المشوار. ثالث أهداف الدببة الروسية في الدفاعات السعودية. كولوفين مايسترو بكرة سحرية يعطي كرة رأسية، هذا هو الكسندر كولوفين مان اوف ذا ماتش نجم المباراة. واتسيوبا على طول بديل في دارس مانوف بكوتشينغ الدوسري يعدي التصويب، تصويب رائع من لاعب فياريال. استفاقة اكيد متأخرة من الجانب السعودي لكولوفين وكولوفين يوسع وهذه المرة في هذا الامتحان بالرأس شهراني لكن مانويل فرنانديز التسويب وما زالت الخطورة وإيغنازي في كولوفين رومان زابرين التسويب وين هذه الكرة حسن الجوهر خسارة ثانية بهدف لصفر ضد الكاميرون بهدف لسامويل إيتو في الدقيقة 66 وخسارة ثالثة ضد إيرلندا بثلاثة أهداف لصفر في يوكوهاما يوم 11 يوليو اليساري. شيركوف يوسع وإمكانية التوزيع وين الكرة ولم يخضع لأي اختبار أكيفيف. كرة تصدر سلمان أو مهند عسيري تساف مكن الروس من الثلاثية التصويب رائعة دينيس شيركوف كرة ولا في الأحلام. يا سلام يا سلام يا سلام وتعظيم سلام لدينيس شيركوف محترف في ريال البديل يدمر الدفاع أقدام الأبطال بأربع أهداف لصفر إلى حد الآن. والمخالفة ضد تيسير الجاسم والإنذار لنجم النادي الأهلي أو سالم الدوسري عفوا لا تيسير غدار كولوفين سادات والخامس يا سادة كولوفين في الشباك حتى له انفجار في استاد لوجنيكي بخماسية للأمانة من ماذا يمكن أن أقول افتقدت للكلام. أوفر للمنتخب السعودي في قادم الأيام وعد أوفر للمنتخبات العربية لكم مني
أجمل تحية وبكل تأكيد في قادم المواعيد الكروية. أعود إلى الأستوديو التحليلي والكلمة للزميل الأخضر بن ريش.